سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده هنتكلم عن الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي. يعني ايه طاقه حيويه؟ دي اول فقره. الفقره الثانيه هنتكلم عن الصداقه الحقيقيه. قبل ما نتكلم عن الصداقه الحقيقيه هنتكلم عن الطاقه. انا النهارده دلوقتي وانتوا اول ما بدات عملت كده اهو، دي حاجة خاصة بالطاقة. أو أنت ما تيجي تصلي أو تيجي تدعي ربنا بتعمل كده أهو. طب بتعمل كده ليه؟ وفي ناس بتعمل كده ليه؟ كل واحد ليه طريقة. كل ده خاص بالطاقة، ده هنتكلم فيه. بس قبل ما نتكلم عن الطاقة، إيه هي الطاقة أساسا؟ الطاقة قوة غير مرئية بتحدث تغيير في جسم الإنسان، أو بتحدث تغيير كلي في حياتك كلها. موضوع الحلقة الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. طب تمام، طب ايه القوة دي؟ زي ايه؟ احنا لما نشوف التيار الكهربائي جوه السلوك بنسميه طاقة كهربائية. ما كان في زمان حتة حديدة كده وبتجذب حاجات سميناها القوة المغناطيسية، دي اسمها طاقة مغناطيسية او طاقة كهربائية. برضو الانسان عنده طاقة حيوية موجودة جواه. طب الطاقة الحيوية دي احسها ازاي؟ طول ما انت مشغول بالعالم المادي اللي انت فيه ومش عارف انت مين، مش هتعرف تحس الطاقة دي. هتحسها اما تفصل نفسك، تفصل نفسك عن كل شيء في الدنيا. قبل ما اقول لكم تحسها ازاي، لازم تعرف انت مين الاول. من انت؟ هل انت الجسم اللي قدامي ده؟ هل انت هو انا ده اللي بتكلم؟ انا مش انا. مين انت؟ مين انت الحقيقي؟ هل انت اسمك؟ هل انت سنك؟ هل انت جسدك اللي قاعد ده؟ في معلومه انتم مش واخدين بالكم منها، ان جسم الانسان بيتغير. يعني انا جسمي من 3 سنين غير جسمي دلوقتي، بيتغير وبيتجدد. ليه؟ ازاي يعني؟ وغير جسمي بعد 10 سنين. خلايا بتموت وخلايا تتجدد، تحيا. خلايا تموت وخلايا تصحى تتجدد تاني. يعني معنى ذلك ان الجسم ده مش هو الجسم اللي بعد 10 سنين، ولا هو الجسم اللي كان من 10 سنين. يبقى مش انا. امال انا مين؟ انا اللي جوه. ازاي؟ برضو عايزه افهم، عايزه اوصلكوا من انت. عايزك توصل لانت الحقيقي، لان انت لو وصلت لانت الحقيقي هتعرف تستفيد قوي من الطاقه، وهتعيش حياه فعلا ممكن يحصل تغيير جذري في حياتك. تخيل نفسك كده، غمض عينك وتخيل نفسك ان انت مت. وما مت هيطلع بقى من جسدك انت الحقيقي ده اللي انا بتكلم عليه. هتقولي انا روح؟ لا، مش روح، لان الروح نفخة من ربنا، مش انت الروح. امال انت ايه؟ النفس اللي جوه، الوعي اللي جوه، اللي هو بيحرك جسمك، اللي انت المفروض تسيطر عليه التحريك، هو ده انت. النفس دي هتنفصل عن الجسد، هو وعيك، هو ده انت. لو انت واعي. انت مشكلتنا ان احنا مشغولين في الشهوات، شهوات الاكل، شهوه الاكل، شهوه الجنس، شهوه اي شهوات، هي دي اللي مخلينا ناسيين احنا الحقيقي مين. لكن انت الحقيقي حاجه تانية خالص. فاول ما تعرف انت الحقيقي هتعرف تستمد الطاقه وتستفيد بالطاقه. الطاقه دي عشان اتكلم فيها بقى عايزه مثلا 20 حلقه، لان في تدريبات للطاقه، في تدريبات عمليه كبيره قوي عن الطاقه وميديتيشن قلت قبل كده. انا عايزه مداخلاتكم، يا ريت الارقام تظهر على الشاشه للمشاركه، عشان انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الطاقه. في حد كان طبق الطاقه؟ حد يعرف حاجه عن الطاقه؟ لان في ناس بيقولوا ان الطاقه دي خزعبلات. لا، الطاقه دي مش خزعبلات. ده على فكرة في كل الأديان السماوية، في كل الكتب السماوية، لو انت جيت تدبرت في القرآن أو تدبرت في الكتب السماوية هتلاقي معظم الكلام طاقة، نور، فأخشيناهم فهم لا يبصرون، في طاقات. الغشاوة دي ايه؟ في طاقة. طيب عايز اقول لكم في علامات كده احنا بنعملها من غير ما نعرف احنا بنعملها ليه. اما اجي اعمل ايدي كده وادعي ربنا، دي ايه؟ انا بعملها ليه؟
ما كنا زمان نحط ايدينا على مثلا حاجة بتوجعنا، مكان بيوجعنا احط ايدي عليه وادعي ربنا على المكان ده، ده ايه؟ كل ده طاقة على فكرة. اما اعمل ايدي كده، كانوا زمان ايام الفراعنة بيعملوا ايديهم كده للاله، بياخدوا الطاقة منه. حط شوفوا كده الصور بتاعت الفراعنة وفرعون قاعد، هتلاقي واحدة قاعدة برضو في فرعون وعم بتعمل له كده، بتاخد الطاقة منه. انا بعمل كده لاني باخد الطاقة من ربنا. طب ليه كلنا بنغطي الراس؟ ليه غطاء الراس ده ليه موجود؟ مش بتكلم على الانثى، بتكلم على ذكر وانثى. حتى تلاقي الشيوخ لابسين العمامة، هتلاقي اللي هم بتوع اليهود لابسين حاجة ورا هنا، القسيس بيلبس طاقية كده. طب ليه؟ ايه السر؟ ده حاجات في علم الطاقة. كانوا زمان بيقتنعوا بالطاقة، لكن احنا دلوقتي عشان اشتغلنا بالعالم المادي مش عارفين الطاقة، ولا عارفين ايه هي الطاقة، ولا بنقول خزعبلات. طيب تمام، هندخل على بعد ما عرفنا ايه من انت، وعرفت ان انت جسدك حاجة ونفسك حاجة تانية، هندخل على نقطة مهمة، ايه هي شكرات الطاقة وازاي انظف الشكرات دي. لان انت لو نظفت الشكرات بتاعت الطاقة دي، جسمك هيبقى نور، كمية من النور على الارض لو انت مشيت صح. طب الشكرات دي اساسا تنضف ازاي؟ قبل ما ادخل في الطاقة ونضف الشكرات، لازم اطفي الشوشرة اللي في دماغي، لان بيبقى فيه شوشرة. ايه هي الشوشرة؟ الافكار. الافكار دي اللي مغطية كل حاجة، هي دي الغشاوة بقى. ولا معرفاني فين الطاقة، ولا معرفاني اعمل ايه. لازم تبقى ايجابي على طول معظم الوقت. يعني اليوم بتاعك عشان يبتدي، نقول 70% ايجابي و 30% سلبي، مش يبقى اكتر. ما نخليش ال 70% سلبي و 30% ايجابي، لا، لازم الايجابي يبقى اكتر. طول ما انت ماشي صح وطاقتك ايجابيه وعندك باور كده، هتعرف تنظف الشكرات. طب ايه هي انواع الشكرات؟ الو، معانا الكابتن فريد الجزار. الو الو الو، ايوه السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا استاذ علي، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. عايزين نعرف طبعا الرياضه على فكره من الحاجات اللي بتعلي الطاقه قوي، وكمان كره القدم برضو من الحاجات الكويسه جدا اللي بتعلي الطاقه. عايز اعرف حضرتك ايه رايك في مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت، اللي هي بطوله افريقيا اللي فاتت دي؟ مباراة جميلة جدا، الزمالك أدى مباراة كويسة جدا، الأهلي ما كانش الأهلي في يومه، لكن النهارده بنقول الكورة أهداف، الكورة ما هياش استحواذ، الزمالك عمل كل حاجة في الكورة لكن غير موفق. النهارده الأهلي استفاد كتير جدا جدا جدا، حتى اللياقة البدنية كانت ضعيفة جدا عند النادي الأهلي، لكن الزمالك أدى اللي عليه في المباراة، ولكن بنقول توفيق ربنا بقى هو هنا صاحب القرار. الزمالك مش موفق، هي الكرة عايزة تدخل المرمى، كرة قفشة، عايز النادي الأهلي ياخد البطولة، القدر وربنا عايز النادي الأهلي والجمهور يفرح، لكن هي مباراة في النهاية مباراة كرة قدم، مش عايزين برضو الناس تدخل العصبية والزعل في قصة إن ده زملكاوي وده أهلاوي، في النهاية البطولة المصرية خالصة. بنبارك لكل جمهور النادي الأهلي، مجلس إدارته كابتن محمود الخطيب، اللعيبه، وبنقول هارد لك لنادي الزمالك وجمهوره الكبير العظيم اللي كان مساند فرقته وكان طامع وكان معشم كتير ان هو يحصل على البطوله، لكن هي دي كره القدم في النهايه في البلد. طيب ازمه الزمالك الحاليه وخروجه من كاس مصر، رؤيتك فيها ايه؟ والله احنا يعني حتى تاتي المصائب، يعني زي ما بيقولوا ايه، فراده. يعني النهارده الزمالك خرج وخسر بطوله افريقيا، وتاني خسر من الجيش 3-1 في مباراه اعتقد الزمالك فيها ما كانش موجود. مش عايزين بقى ندخل في قصه الحكام، لكن في النهايه الزمالك اداء وعايز ترتيب اوراق من جديد، عايز ترتيب البيت من جديد. الزمالك محتاج صفقات في الموسم القادم عشان يقدر يتواصل في استمراره ايضا وادائه الجميل. الزمالك كان بعيد تماما، تحس ان اللعيبه لسه برضه متاثره بمباراه دوري ابطال افريقيا. الجيش موفق جدا امام نادي الزمالك، حتى الزمالك رجع بهدف شيكابالا الجميل، لكن النهارده زي ما بقول لحضرتك الزمالك مش يومه النهارده. فنيات كابتن طارق العشري عنده فنيات وفاهم نادي الزمالك كويس جدا، واحمد سمير لاعب الزمالك السابق هو نفس اللاعب اللي بيحرز كل مباراه هدفين في نادي الزمالك. إذا الزمالك محتاج ترتيب أوراق،
كتيرة، وبنبارك لطلائع الجيش ومجلس إدارته ومدير الفني. طب تغيير اللي هو رئيس نادي الزمالك ده برضو بيأثر على النادي؟ طبعا طبعا، النهارده مجلس الاداره مش موجود يا استاذ داليا، ومجلس اداره مؤقت، وتخبيط بقى مالي واداري في النادي، فبالتالي مفيش استقرار. هنا بقى بنقف عند الحته دي ونقول يا جماعه لازم يكون في استقرار. نادي الزمالك قيمه كبيره، اين ابناء نادي الزمالك؟ اين رموز نادي الزمالك؟ كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن شحاته، الناس اللي كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن عبد الحليم علي، كابتن جمال حمزه، لو عدينا هنعد ناس كتير جدا جدا جدا، كابتن محمد صلاح، كابتن طارق يحيى، لنجوم كبار جدا جدا. فين كابتن حازم امام؟ من المسؤوليه داخل نادي الزمالك لازم الناس دي تتدخل، عشان الجمهور، الجمهور زعلان جدا يا استاذ، حاسس ان الزمالك ضاع، حاسس ان الزمالك دخل في مشاكل كتير جدا، وبنعيد عصر 2005، وده اللي الجمهور مش عايزه. فنتمنى يا رب الامور تعدي بخير، ويعود نادي الزمالك لعنده، عنده بطوله دوري جايه، ومش نهايه الكون خساره بطوله او اثنين او ثلاثه، لكن في النهايه لازم رموز الزمالك تكون موجوده وحاضره في هذه المناسبه بالذات. طب بكره مباراه الاهلي وطلائع الجيش شايفها ازاي بكره؟ والله مباراه ملهاش استاذ، لكن لو جينا على القصه الفنيه بقى هنلاقي الاهلي فايق بلغه الكوره. كابتن طارق العاشري دارس النادي الاهلي كويس جدا جدا من كل النواحي، سواء الفنيه او البدنيه، فبالتالي المباراه مش هتكون صعبه، يعني مش هتكون سهله، عفوا مش هتكون سهله اطلاقا على النادي الاهلي. لازم النادي الاهلي يحترم الخصم كتير جدا. طلع الجيش هيلعب دفاع منطقه ويلعب على الهجمه المرتده، سواء عن طريق مرعي او ناصر، المهاجمين بتوعه ناصر منسي، عنده وعمر جمال، عنده ناس كتير تقدر تصنع الفارق ايضا، وعنده قدرات، عنده احمد سمير وعنده محمد ناصر. اقصد في النهايه هي مباراه كاس مصر، ملهاش اي توقعات بالمره، ملهاش اي، تقدر اي حد في مصر يقول لك الاهلي ممكن يفوز، طلائع الجيش يمكن يفوز، لكن في النهايه هي النسبه متساويه 50-50. وبقول برضه هنقول للفائز مبروك والخاسر هارد لك، لكن في النهايه احترام الخصم واجب من النادي الاهلي، لانها مش مباراه كره قدم وفي نوع من التنشانه، لا ده مباراه صعبه جدا، مباراه نهائي كاس بيوصلك لسوبر مصري، يعني بطولتين في بعض، خلي بال حضرتك دول بطولتين في بعض. يعني شفنا مباراه الاتحاد، حسام حسن عمل مباراه جميله جدا، حتى الخطا، حتى هدف النادي الاهلي الثاني اعتقد فاول على علي معلول، لكن كابتن محمد معروف بقى مشى اللعبه وجات منها الهدف الثاني، رغم ان الاهلي كان متاخر، لكن سمات النادي الاهلي تظهر في الدقائق الاخيره، زي ما شفنا في مباراه الزمالك في الدقيقه 85 سجل قفشه الجول، لكن مش كل مباراه هتصيب معاك، يعني مش كل مباراه هتسجل. فاذا المباراه نتمناها ممتعه، نتمتع كلنا كمصريين، الفائز هنقول له مبروك، والخاسر هنقول له هارد لك. انا بشكرك كابتن فريد، وطبعا هارد لك للفايز، هارد لك للخسران. شكرا. طيب هنكمل موضوعنا، هندخل بقى على الشكرات. كم شكره عندنا؟ عندنا 10 شكرات. بيتنضفوا ازاي؟ عشان اتعمق في الطاقه لازم تاخد كورس الطاقه عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله. في كورس الدكتور احمد عماره، الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي، ده كورس رائع، يا ريت تاخدوه كلكم، وبرضو عايزه مداخلتكم. طيب شاكرا الجذر دي اخر شاكرا في الجسم تحت، هي موجوده ورا هنا. الشاكرا دي بتؤثر، او لو فيها كسور بتؤدي لامراض بقى زي السرطان والامراض اللي هي الخبيثه لو فيها كسور. في شاكرا الجنس دي بتؤدي الى الضعف الجنسي لو فيها كسور، شاكرا الجنس دي فوق الجذر على طول. في انواع كتير من الشكرات بس انا مش عايزه اتكلم عنها دلوقتي، لان الشكرات دي لازم بتنضف لها طريقه معينه للتنظيف. انا ممكن اقول لك اساميها بس انت بقى ايه، يعني لو بتعمل مديتيشن وبتعمل يوجا كتير وتعرف تنضفها ازاي، لها طرق معينه، ممكن تعمل سيرش، او ممكن اقول لك سريعا، يعني انت بتغمض عينك وبتركز على شكره واحده بس، على شكره الجذر، وبتعرف مكانها فين، هي موجوده في اخر الظهر في السلسله، هتركز عليها وتغمض عينك وتقرا عليها بقى سوره الفاتحه، تستغفر ربنا، يعني تتخيل ان انت بتنظف الشاكره دي من كل الطاقات السلبيه. الشاكره يعني كميه طاقات، عباره عن عقده كده، انت بتنظفها من الطاقه السلبيه اللي حواليها، بقت نظيفه. تنظيف الشكرات ده بيبقى في موقيت الصلاه على فكره، ف
مثلا في الظهر ليه شاكره بتنضفها او شاكرتين بيتنضفوا ساعه الظهر، ساعه الفجر بيبقى فيه شاكرتين بيتنضفوا، ساعه العصر كل ميعاد صلاه في شكرات بتنضف. في شاكره الميجمن دي بتبقى مسؤوله عن مشاكل الكلى لو فيها كسور، في شاكره السره بتبقى مسؤوله عن القولون طبعا والضغط والحاجات دي لو فيها كسور. في القولون العصبي عشان بس نكون فاهمين، القولون ملوش علاج، يعني القولون بناخد ليه مسكنات، والضغط بناخد مسكنات، الحاجات دي كلها بتروح تماما، والصداع النصف كل ده بتروح اما تنضف الشكرات دي. لو انت فهمت ازاي تنضفها صح، تنضف الطاقة، الطاقة الروحانية، ماشي ايجابي، ماشي سعيد، مسيطر على الشوشرة. واهم حاجة قلت 100 مرة، اهم حاجة عشان تقدر تتحكم في طاقتك وتقدر طاقتك تبقى إيجابية، تسيطر على الأفكار اللي في دماغك. ده رقم واحد، ده البيزك، ده الأساس اللي هبني عليه الطاقة. ما ينفعش أنظف شكرات وأعمل تمارين الطاقة وأنا عندي أفكار سلبية في دماغي، لكن ما عملتش أي حاجة. لازم الفكرة تقدر تتحكم فيها، أنت اللي تقودها مش هي اللي تقودك. الكلام ده قلناه كتير. طيب في شكرة الطحال دي لو حصل فيها كسور بتؤدي لنقص الحيوية في الجسم. ده بالنسبة لشكرة الطحال. في عندك الشكرة الثالثة اللي هي الضفيرة الشمسية، برضو بتؤدي لصعوبة التنفس لو فيها كسور. في شكرة القلب، وبعد كده شكرة الحلق، وشكرة الأجنة والجبهة، والتاج دي آخر حاجة بقى شكرة التاج. شكرة التاج دي بتبقى موجودة، دي الشكرة النورانية اللي احنا بنغطيها، دي موجودة هنا، دي بقدر استمد منها الطاقة من الإله. شكرة التاج دي بتاخد الطاقة الروحانية من الإله. طب انا اخد الطاقة ازاي؟ اثناء الصلاه طبعا، كلنا بنصلي، كلنا عارفين الصلاه، بس احنا مشكلتنا ان احنا بنعود اولادنا في الصلاه انها طقوس، يا ابني حرك كذا واعمل كذا بس، لكن ما بستفدش من الصلاه الاساسيه، ما بستفدش من الاتصال الروحاني. الصلاه يعني اتصال فعل، بتصل بربنا، بعمل كونكشن، اتصال زي الواي فاي كده، اما اجي اشغل الموبايل واعمل كونكشن بالواي فاي. الو الو، معانا نهال. الو ايوه ازيك يا نهال؟ الله يسلمك. ايه سؤالك؟ عاوز اعرف يعني ايه طاقه. ما انا قلت لك طاقه دي قوه غير مرئيه. بصي انت بتحسيها لما تلاقي نفسك قرفانه ومتضايقه وزهقانه ومش طايقه نفسك، انت كده في طاقه سلبيه. عارفه يعني ايه طاقه سلبيه؟ انت زهقانه وقرفانه، دي اسمها طاقه سلبيه. لما تلاقي نفسك أيوة. عندك باور وسعيده وفرحانه وعماله تشتغلي، انت كده في طاقه ايجابيه، ماشي؟ فانا عايزاكي معظم وقتك تبقي في طاقه ايجابيه، لان انت ما تبقي في طاقه ايجابيه هتعرفي تحلي كل مشاكلك، هتعرفي تعيشي حياتك صح. الطاقه عشان مش تتلوث، مش تلوثها بالافكار، الطاقه بتتلوث بالافكار السلبيه. انا بقفل الافكار، بطفي الشوشره اللي في دماغي، عملت اخطاء استغفر ربنا، لان الاستغفار بينظف، بينظف الطاقه. كل ما تستغفر وتتوب بتنظف اي خطا انت عملته، عادي ما تستغفر وتتوب. طول ما انت عايش هتغلط، وكل ما تغلط تستغفر، فطاقتك هتنضف. طاقتك لو نطفت بجد، يعني في بقى تانية لسه هتكلم في موضوع الهالات، بس يا رب يبقى عندنا وقت. الهالات دي بقى حاجه رهيبه، يعني اي انسان بيبقى محاط بهالات، 7 هالات. في الهالة الأثيرية، في الهالة العقلانية، في الهالة العاطفية، كل هالة مسؤولة عن حاجة في جسمك. في آخر حاجة الهالة الروحانية أو النورانية، بعد الروحانية في النورانية. 7 هالات دي بتحميك طول ما أنت ماشي على الأرض، حمياك من أي حاجة. ألو، معانا فاطمة. ألو، أيوة السلام عليكم. أيوة ازيك يا فاطمة؟ يا حضرتك إيه سؤالك يا فاطمة؟ طيب فالهالات دي بتحمي الجسم من اي شيء، من اي حسد، من اي عين. ما يقوليش بقى احط خرزه، انا حاطه خرزه زرقاء النهارده، بس مش عشان الحسد ولا عشان العين. على فكره هو عموما بيقولك الازرق بيحمي من العين، بس على فكره يعني انا بحب كده، ان ربنا اللي بيحميني من العين، مش الخرزه الزرقاء ولا ان انا ارش ملح ولا العادات اللي بتحصل دي. انا ضد الكلام ده، لان بعتبره شرك بالله، فانا ضد الكلام ده. انا بستمد طاقتي من ربنا، وعارفه ان ربنا حميني من العين، ربنا حميني من الطاقات السلبيه، لان انا ماشيه صح. فخلاص ما دام انا ماشيه صح بكون واثقه من نفسي، ما بيهمنيش اي حاجه. الو، معانا ام محمد. الو، ازيك يا ام محمد؟
ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. مش الدكتوره؟ اه معاك، اتفضلي. وانا بسجد كده في الصلاه رجلي بتوجعني. اه طب ما تصلي وانت قاعده، ايه المشكله؟ يعني ما بقول لك ما فيش بركه، بركه الا السجود والركوع. لما الموضوع كبير ما انا مش هتكلم في المواضيع دي دلوقتي. بص يا ام محمد، الصلاة أساسها مش أشكال ولا حركات ولا قاعدة ولا واقفة ولا نايمة ولا بسجد ولا بقوم ولا بعمل كده ولا كده، مش دي الصلاة. الصلاة اتصال روحاني بربنا. فعل صلاة يعني صلاة اتصال، يعني أنت ممكن تكوني قاعدة متصلة اتصال قوي بربنا، أنت كده بتصلي. فهمتي؟ فهمتي يا أم محمد؟ الصلاة اتصال. أنا ممكن أصلي طقوس، شكرا يا محمد. أنا ممكن أصلي طقوس ومش متصلة بربنا، ولا صلاتي نافعة ولا أكني عملت حاجة. ملهاش اي لازمه. يبقى انا عملت ايه؟ طبعا الوقت خلص والوقت عمال يخلص وانا عايزه اتكلم كلام كتير. الاتصال بربنا، انت بتصلي وبعد ما تصلي الخشوع، احنا بنسميه الخشوع، بعد ما الخشوع بقى وانت قاعده وانت ساجده وانت واقفه. السجود هو الاتصال، الكونكشن بربنا، هو ده السجود. مش حركات، مش حركات خالص، عشان احنا بنعود ولادنا ان احنا يعملوا حركات ويعملوا كذا ويعملوا، لا لازم تعود ولادك ازاي يتصلوا بربنا صح، ازاي هم اللي يروحوا يصلوا، مش انت اللي تقول لهم روحوا صلوا. مش انا هضرب ابني عشان يروح يصلي، مش هضربه عشان يصلي، هو اللي يروح حابب ربنا انه يصلي له، مش هكرهه في الصلاه. ما هو ده برضو حاجات غلط الاباء والامهات بيعملوها. الطاقه عايزه دورات، انا عايزاكم تعملوا سيرش على النت، تشوفوا المديتيشن، تشوفوا اليوجا، الحاجات دي هتهدي الافكار. كل ما تتامل، تمارين التامل دي هتهدي الافكار، وبرام انت هديت الافكار وهديت الشوشره هتقدر تستمد الطاقه الايجابيه من الكون. والطاقه الروحانيه دي اعلى درجات الطاقه، وانا بعتبرها جند من جنود الله على الارض. هنطلع فاصل ونرجع تاني.